نعم بالفعل كما تفضلت الحال كما هو منذ 8 أكتوبر. الآن كنت أسمع أصوات المدفعية الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في جنوب لبنان. فجر هذا اليوم أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على كفر شوبة جنوب لبنان واستهدف منزلا بشكل مباشر هناك، وأيضا كان هناك عدة استهدافات بالغارات الإسرائيلية على منطقة الناقورة وأيضا اللبوني. وبما يخص الناقورة قال الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه استهدف موقع إطلاق أو موقعا كان تطلق منه صواريخ باتجاه إسرائيل، ولم يحدد أي موقع بالتحديد تم استهدافه من قبل حزب الله صباح هذا اليوم. أيضا يمكن أن ننوه إلى وزارة الصحة الإسرائيلية التي أوعزت المستشفيات بالشمال للاستعداد والجهوزية العالية والاستعداد لاستقبال آلاف الجرحى. هذا ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية صباح هذا اليوم من بيان وزارة الصحة الإسرائيلية، والتي أيضا وصفت في بيانها بأن تستعد المستشفيات لما يسمى بالجزيرة المعزولة، بمعنى أنها في حال تم توسيع دائرة الحرب يجب على المستشفيات أن تتهيأ لعدم إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، كون حزب الله من الممكن أن يستهدف البنى التحتية للكهرباء وأيضا البنى التحتية للماء. و استهدافات حزب الله بحسب الأوساط الإسرائيلية دقيقة بما يخص البنى التحتية في إسرائيل. أيضا الجدير ذكره هو يوم أمس عدة استهدافات من قبل حزب الله على موقع القيادة الشمالية في صفد، وأيضا عدة استهدافات للمستوطنات في الجليل الغربي. والأنباء تتحدث بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت عن الضرر الكبير وغير مسبوق بحسب وصف الصحيفة للمستوطنات بالجليل الغربي التي تستهدف من قبل حزب الله منذ 8 أكتوبر.